الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور. بش اصور ما رايك؟ انا بستناها القضية بضبط ذا ما اسألها من حلقة وبش اصور ما يا حمار. في يوم الثاني انا بش اصور ما زيت قدفة لبس قدتي بفضيكي مفضوقي من وضع محقي بس بتوزيد جزي بعض المحمسي أمان حنصي تقدع إلى لقاء يتبع الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاورما. درر يا أم حمود، إيش فيك يبا؟ قولها بقوة أكثر. رأيك بالعجرة هذه؟ معطيني إياها واحد من ربع بالجهرة. يوسف اللي عافيك، عطنا نطارة الشاي. يبا هي خاف صدقتني أبو عبود، يبا كله تمثيل ها؟ لا تحطيني ببالك. إيش دعوة يا حافظ، ما قلنا شيء؟ ها إيش رأيك بعباتي ستايل؟ بصراحة وايد على مودة. السلام، هلا حبيبي. حافظ دورك ولا بتقعدنا للفير كالعادة؟ واللي أنا مو بطة. لا مو كذي، أقوى. أنا مو بطة. أنت كذي أوكي. فروها come over here where you going I need this نقود قوي what is this يا عم راجل طلع فين يا عم استوديو على الهواء دلوقتي بس بابا لا يسوي قرقر وازد ولا مشاهدين الأعزاء من الصغار والكبار في هذه الحلقة الخاصة من الفيلم السينمائي المسلسل الكرتوني الروائي. تلقى اتصالات المشاهدين الناس تقصد لي يا بدلتين يا الظالمة بدياتش بالكيلو بالله هذه شكل مذيعة هذه عطيات استحالة ويهج عطيات انت شلون تقول لي انت تروح بحرين وانت رايح نيويورك ها تكلم والله انت شلح لحظة قبل لا تمدين ايدك انا اقولك السالفة لحظة وياي قول على قولة المثل المالديفي اللي ما يطول بيدك طول بريولك يلا قول تحج ماكو فايدة إيه عاد أقول لك أنا رحت المطار حسب الموعد اللي خابرته على طيران الكونغا فونغا هونغا ولا العالم اللي حط راسه تب ماي واللي ساحب وراه تمساح واللي بغى ياكلهم والجماجم منثرة بكل صوب هذاك ساحب وراه أسد وزعلان ليش مو حاطين كرسية يم والزنبارك يشغلوه ما تشتغل الزنبارك احترقت الطيارة يانا الطيار وبالبوق وينادي باللاسلكي الدهن منقط على المكاين لا الكارتير ملعوزن بالفك يا بولنا المنطاد صالح
قصدي طيارة ثانية يعني. أقول لك وإحنا على الرنوي صفتنا ورا واحد توه مطلع الليسن، كان أطلع له من الدريشة. هاي أنت نبي نسافر ساد علينا الدرب، أنت تفهم؟ التمساح يبي عض المضيفة، الأسد مو راضي يطلع من حمام السيدات، تفهم؟ ويوم نزل ولا واحد يشيل على زند التيس. شوارب تقول زهوي، أنا ما كلمتك لكن من ذيك ترى صابر عليك، شارب كولا متغير عليك الطعم مو علي أنا. لا طول سانك، مو خايف منك أنا، أنا ما أرجف. لا كان يحط إيده وراه ويطلع العجرة ولا ربع العربانات، وين الفزعة وين الفزعة، وكان قب والعالم تقحص وراي. الطيارة على الرنة وراها حصان أسود. أوبا بوم، قوية يا أبو صلوح. والله هي من ناحية قوية قوية. أبي أروح أمريكا. تقدر بذمتكم مو هالمشهد يستاهل أوسكار؟ Teacher Sala, winner of 13 Academy Awards including Best Drama Performance. Yes, yes. Thank you very much. الحمد لله وصلوا بالسلامة. ما شاء الله عليك يا أم حمود، حريصة. أنا أقول نروح باكر حق تمثال الحرية، ستاتشي أوف ليبرتي. لا أنا أقول نروح حق مربع الوقت، ما يمدحونه. والله أنا ودي أروح الحديقة المركزية. سلوم، لا مو السجن المركزي، الحديقة المركزية سنترال بارك. اي والله ترو يا حمود. ولي هذا هم ساكن نفس الفندق بعد. اخيرا غطيت قحفيتك يا القحفية، ما بغيت. رفيق الله يخليك. Yes Mr. South Park, may I help you? No, me no South Park, we قطعة 13. Shut up! What you say, you father قحفية, you duck, huh? Oh, sorry, we're not serving any duck today. You can try the Chinese restaurant around the corner, maybe. No, you can take a hike. Thank you, ma'am. Madam, one كحول بيرة. No كحول, بيرة بدون كحول. لا لا والله انا مو ذابحني غير الرويد اللي بشعرها. صالح شنو معنى هذا دقش ادي؟ هو سؤال مهم، سؤال في محله، بس انت قولي الصح الاول. بما انه هيدي هي الحلقه الاخيره لبرنامجنا، ما راح نسال سؤال ولا راح نطلب راي الجمهور ولا راح نتصل بصديق ولا راح نحذف اي اجوبه. بتربح المليون اذا قلتي هالجمله هي. والنبي حولها، مين حيفوت المليون دي؟ دي فرصه العمر دي. الله اكبر يا رب، ارزقني يا رب، انت كريم يا رب، بركاتك يما. لا تربح المليون بدك تقولي خميس كمش خشم حبش، وحبش كمش خشم خميس. جمهورنا الكريم، بإمكانكم المشاركة، ما عليكم إلا الاتصال برقم 13 13 13 حسب تسعيرة الواقواق. خمش مش خلاش مخش مخش مخش. فرح يا يوفي
سك بكاتو حلو فرح يع ناقي بكاتو حلو بكاتو حلو فرح يع فرح حلوة فرح يع فرح حبيبي بعد عمري لا بكاتو يا فرح حلوة لا فرح حلوة قطك دمالة قطك دمالة ستوب انت ايش قاعد تسوي؟ احنا قلنا مر مو قلنا ترقص بالنص ولا وين المترجم هذا نادو بونغا بونغا كومبا وانغا بونغا 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 جونغا دونغا ايبو هي ايش قاعد يقول هذا هذا اليوم أنا أجلكم هني عشان فعاليات مهرجان لا للمنخندرنج لا تضحك يا مخرج لا تضحك ستوب يلا هاك مزيد البس القحفية لا يبا ايش حق البس القحفية شنو أنا عبود لحظة لحظة أنت ما تبي تصير مشهور إيه ما تبي تروح السوق والناس تطلب توقيعك؟ إيه؟ ما تبي تروح بالشارع والناس تأشر عليك تقول هذا الممثل بقحفية ويحطون صورتك على الباصات وعلى التيشيرتات وعلى القاصات أكيد أهل خلك شاطر والبس القحفية فالروحة يلا قولي بابا حلو ماما حلوة يلا بابا حلو ماما حلوة فار حلوة ها يا صالح حافظ دورك أوف يا عطيات أنا مجهز كلام أقول لك مجهز كلام راح أقلب القطعة فوق تحت راح أخلي أسرار قطعة 13 في جميع الميادين على جميع الصحف وفضايح المسؤولين وأخربها وأخلي راسها وريولها فوق بعض ويقولون لك ستوب ويلغون المشهد كالعادة هذا اللي يصير لا أنا عامل حسابي هالمرة عدل أكشن ها صالح خذ هذا الخرز ينفعك في اليوم الأسود يفتح البيان أعوذ بالله منك ومن الخرز مالك شيل ميداني واحبة تبين أصير مثل مدير الإنتاج اللي دش ياخذ أعمال بخرزته ولا أصير مثل هذاك اللي يمشي مع عمالته بشيك وتحت الطاولة طب أنت ايش قاعد تخربط يا مسرقة ها جاي لك شكلك ما سوت عليك زنفوك اجهلها وانا هاللول هالحين ادخلك السحرة ولا حد يدري عن مكانك كفو كفو يا شيخ المصبنجية شفيك انت ما تشوف كم مرة قايل لك